يلا ماكس، يلا 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 ها ها يلا. شاطر شاطر شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زي ما نقول تدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. النهاردة يا جماعة طبعا حلقتنا خاصة شوية، طبعا معانا لغوات الرد، الناس اللي بتحب تربية الكلاب الرد عندهم في البيت. طبعا معانا ماكس، ماكس عمره 7 شهور بالظبط، تمام، كلب جميل جدا وكلب دمه خفيف، طبعا كمان لعبي وكلب تقدر ان انت تشكله زي ما انت عايز. ماكس واخد علاجاته كلها كاملة وطبعا التطعيمات بتاعته الحمد لله حالته الصحية بسم الله ما شاء الله، لكن طبعا محتاج بقى شوية اهتمام من صاحبه الجديد بإذن الله. ماكس يا جماعة صاحبه عرضه للبيع بسبب ظروف خاصة عنده، تمام، وهو جايبه عندنا هنا إقامة لحد ما يجي وقت البيع بتاعه. طبعا عرضه للبيع سعر الكلب ده 2000 جنيه، 2000 جنيه هو كان بيقول لنا سعر أكتر من كده، احنا حاولنا ان احنا نستنفذ منه شوية على أساس ان الكلب يكون في سرعه في البيع عشان ما يعدش عليه اقامه كتير. طبعا برضو احب اقول لكم ان انا منتظركم بكره الاول يا جماعه باذن الله، كل الناس اللي متابعانا على القناه حابين يشرفونا هنا على دماغنا في اي وقت، بكره باذن الله افتتاح للمزرعه، معلش الافتتاح دي جه متاخر شويه، طبعا كان علشان بسبب الضغط اللي كان علينا في الشغل والكلام ده كله، قلنا لما نظبط مكاننا الاول. افتتاح للمزرعه بكره باذن الله، وكمان هيبقى في طبعا باذن الله عيد ميلادي بكره، طبعا قلنا نخلي دي مع دي وتبقى حاجه واحده. ماكس يا جماعه طبعا معروض للبيع زي ما قلت لكم ب 2000 جنيه، واخد تطعيماته كامله، واخد تطعيم حشرات، واخد طبعا تطعيمات سعار، واخد الحاجات دي كلها. ماكس يلا اقعد شاطر، واخد تطعيم حشرات، واخد تطعيم السعار، واخد تطعيمات السوماني مع الدفتر بتاعه، تمام. طبعا ماكس يا جماعه موجود، اللي اي حد محتاجه احنا تحت امركم، تشرفنا باتصالك على التليفون وباذن الله هتلاقي الكلب موجود. السعر النهائي للكلب ده 2000 جنيه، طبعا مش متاح ان احنا ننزل اكتر من كده، لكن بصراحه هو سعر مناسب ليه جدا. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زي ما نقول تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور، تحياتي للجميع، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس.